معنا مشاهدينا الكرام هاتفيا من ستوكهولم السيد خطاب الحديثي المحلل السياسي والعسكري. مرحبا بك يا سيد خطاب. إذا حلف الناتو يدرس وضع بعثة طويلة الأمد في العراق، كيف تقرأ ذلك؟ السلام عليكم أستاذ. عليكم السلام ومشاهديكم الكرام، قنواتكم الموقرة. أهلا وسهلا. بالتأكيد العراق احتل منذ 2003 من أمريكا، والاحتلال بعدين انتهى إلى احتلال فرع أمريكي وإيراني. والعراق اليوم وأمريكا بعد ما لحظة النفوذ الإيراني طبعا بموافقتها وبخططها وباتفاقيات، أن النفوذ الإيراني أصبح اليوم يعني لا يطاق بالنسبة للأمريكان، أو أصبح النفوذ الأمريكي أو أصبحت الحكومة العراقية، ما تسمى بالحكومة العراقية، مكتب سكرتارية كما ذكرنا سابقا للإيرانيين. اليوم الولايات المتحدة الأمريكية بعد موضوع داعش، واللي هي طبعا اشتركت بالقضية داعش بعد أنه دخل داعش، هو أول شهر شهرين ما دخلت من الموضوع إلى بعض، وضعت بعض شروط للحكومة العراقية. اليوم الأمريكان يريدون يتواجدون، أو هم متواجدون لكن بطريقة خلينا نقول بطريقة يعني دبلوماسية، على طريق التحالف الدولي أو حلف الناتو، وهذا لا أما أنهم متواجدون يعني في قواعدهم العسكرية في اليار. العفو ترى الصوت متقطع، ماذا أسمع حضرتك؟ نعم نحن نسمعك بوضوح سيد خطاب. طيب، إعلان العبادي انسحاب القوات الأجنبية ثم حديثه عن وجود مستشارين أمريكيين، هل هو لخلط الأوراق أم لتسجيل مكسب انتخابي؟ جنابك انه كل شيء بالعراق مبهم، كل شيء بالعراق مبهم، التصريحات، قرارات، اذا اكو قرارات، السياسه، العراقي الان في يدخل في بحور سياسيه عاتيه. كل انسان، البرلمان، البرلمانيون يصرحون شكل، السلطه ما يسمى بالسلطه التنفيذيه تصرح شكل، لكن بالتاكيد احسنت مثل ما اطلق حضرتك ذكرت انه دعايه انتخابيه. اللي يصرح بعدم برفض الوجود الامريكي دعايه انتخابيه، واللي صرح ايضا يعني بالتصريح الاخر اللي يريد وجود امريكي ايضا هم دعايه انتخابيه، الاثنين هي دعايه انتخابيه، والوضع مبهم كل شيء ما نعرف من عنده. لكن مثلا المتحدث باسم الحكومه العراقيه الدكتور سعد حديثي ذكر انه اكو تنسيق، واكو العراقي اللي بيطلب بقاء قوات التحالف الدولي. نعم. احنا نعرف يعني كل قارئ للسياسه ومو قارئ للسياسه انه ماكو شيء اسمه بالضبط، يعني صح اكو تحالف دولي، لكن الامريكان هم اللي قايدين كل شيء، الامريكان هم اللي محتلين البلد. طيب سيد خطاب، الامم المتحده اكدت ان مسلحي تنظيم الدوله ما زالوا يشكلون تهديدا كبيرا، الى اي مدى ترى ان خطر تنظيم حقيقي؟ بالتأكيد التنظيم الدولي موجود ولم تنتهي، ولكن أليس هناك محاولة تضخيم لوجود التنظيم في العراق وربط ذلك بالحديث عن بقاء القوات الأمريكية في العراق؟ نعم، نفس الربط، ما العراق تمتلك أسلحة دمارامل، وهذه كانت الحجة اللي احتلوا بها العراق، نفس القضية، هذا أيضا حجة أخرى لوجودهم لإثبات زيادة قواتهم أيضا، لأنه احنا كما نعرف أن القوات الأمريكية بتزايد حسب ما يعني طلعنا على الصحف الأجنبية، أنه القوات الأمريكية بتزايدوا في بالقواعد. يعني دعنا هاي الكلام، المستشارون ما مستشارون، هذا كلام آخر، يعني كلام هذا دبلوماسي لا تراقل، لكن القوات، لكن الأمريكان موجودين بالفعل وبقرارات، يعني لهم أنهم قرار داخل العراق. شكرا جزيلا لك من ستوكهولم سيد خطاب الحديثي المحلل السياسي.